الأولوية للقطاع الصناعي، التركيز في الصناعة الغذائية مهمة جدا، الصناعة الدوائية مهمة جدا، والصناعة العسكرية مهمة جدا. الصناعة الغذائية عندنا شراكات مع دول مهمة، وبدأوا يحولون المصانع ومعرفة وتقنية استخدام والعمل في المصانع هاي في دولة الإمارات. الصناعة الدوائية صارت مصانع وخير التجربة لصناعة الفاكسين في دولة الإمارات، وفي أدوية كثيرة وفي مصانع كثيرة في دولة الإمارات، وفي لها جذب وفي لها طلب مو فقط للسوق المحلي، ولكن نحن مركزين على تصدير المنتج المصنع في دولة الإمارات خارج الدولة للدول المجاورة والدول القريبة. وأيضا ثقة المستثمرين قاعدة تزيد من الخارج أنهم يستثمرون عندنا.